عقوبها على التحرر من آفة العنصرية التي أراها أشد شراسة من الاستعمار. ألو ألو، هل تسمعيني جيدا يا سعاد؟ يبدو أن تلك الحكومة العنصرية تحاول التشويش على الاتصالات. ألو، أرجو أن تكون بخير يا أبي، لقد سمعت أن هناك حالة من الاضطرابات تعم المناطق العشوائية التي يسكنها المواطنون الأفارقة. أأنت بخير يا أبي؟ أبي؟ الآباء والأجداد الكرام، وعلى شواطئها كتبوا ذكريات الأمجاد والأيام، وفي دروبها تلاقت الأجيال لتبني فرحا للمودة والأخوة والمحبة والسلام. وتبقى الكويت بحفظ الله كويت واحة الإنسانية لكل بني الإنسان. الكويت والعمل الإنساني. مع تحيات إذاعة البرنامج من دولة الكويت. وبإذن الله تعالى لنا لقاء. الكاتب السيد عامر، والمخرج محمد العلم. إذاعة دولة الكويت تقدم.